نقلت تقارير إعلامية تصريحات لدبلوماسيين مصريين تحدثوا عن ازدياد احتمال تأجيل قمة الجزائر بناء على توافق الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين بشأن صعوبة عقدها في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة. وحسب التقارير ذاتها نقلا عن أحد الدبلوماسيين المصريين، هناك مواقف الجزائر اتجاه إيران طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إصرار نظام العسكر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا من خلال توقيع اتفاقية دون مراعاة الأزمة الحالية بين القاهرة وأديس أبابا، والتي أدت مؤخرا إلى حالة من الجفاء في العلاقات بين السيسي وتبون. وسبق لموقع مغرب انتليجنس نشر تقرير عن وجود خلاف بين السعودية والجزائر بسبب رغبة الأخيرة عدم دعوة الملك محمد السادس للقمة العربية، وهذا المعطى جعل الرياضة تهدد بالمقاطعة، بالإضافة استياء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الجزائر بسبب ازدرائها للمقترحات السعودية لتطبيع مع الرباط، والذي تسبب في الإلغاء المفاجئ وغير المتوقع لزيارة ولي العهد السعودية في نهاية يوليو الماضي. نشكركم على حسن المتابعة.